الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. فصل: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. بدأ في الكلام أو شرع الآن في الكلام على زكاة الزروع والثمار. قال: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. من الوسق، أو عفوا، من الوسق مصدر بمعنى الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهي أي الخمسة أوسق 1600 رطل بالعراقي، وفي بعض النسخ البغدادي وما زاد في حسابه. عندنا الآن شروط زكاة الزروع والثمار، كل الشروط التي مرت معنا، ولكن لا يشترط الإيه؟ لا يشترط الحول، وآتوا حقه يوم حصاد. لكن إذا بلغ الإيه؟ إذا بلغ النصاب، أو إذا بلغ الحصاد أو المحصول هذا النصاب التي هي كام؟ خمسة أوسق للحديث. فيما دون خمسة أوسق لا يجب لا زكاة عن المحصول بعدما زرع الزروع، اللي هي الزروع اللي هي الأقوات المدخرة كما مر، هو القوت المدخر، ليس أي زرع، إنما هو القوت الإيه؟ القوت المدخر. يبقى الطماطم فيها زكاة ولا ما فيهاش زكاة؟ ليس فيها زكاة. وكذلك الفواكه وسائر الخضروات، إنما ما كان قوتا مدخرا هو الذي يجب فيه الايه فيه الزكاة. وده الزروع والثمار اللي هي التمر والزبيب. فإذا بلغ المحصول وآتوا حقه يوم حصاد، يوم الحصاد بلغ الجميع خمسة أوسق، بلغ الجميع خمسة، هنا يجب عليه أن يخرج الزكاة. وإذا بلغ المحصول خمسة أوسق هنا يجب عليه أن يخرج الإيه؟ أن يخرج الزكاة. إذا كان أقل من خمسة أوسق لا يجب عليه أن يخرج الزكاة. طيب، الوسق أو الوسق 60 صاع، والصاع كنا قلنا إن الصاع 2 كيلو و40 جرام. يبقى الوسق الواحد 122 كيلو، في خمسة وستمائة، 612، 612. يبقى إذا بلغ المحصول 612، لأن الوسق قلنا كام؟ 60 صاع، والصاع 2 كيلو، 2 كيلو و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام في 60 ب122 وكسر، في الخمسة هي خمسة أوسق، يبقى 612، وقيل أكثر من ذلك. يعني إذا بلغ المحصول احتياطا، يعني إذا بلغ المحصول 600 كيلو يخرج الزكاة، أقل من 600 كيلو لا يخرج الإيه؟ لا تجب عليه الزكاة. واضح هذا الكلام؟ يبقى الخمسة أوسق في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. خمسة أوسق مقدارها أو تقديرها بالميزان المعاصر 612، 612 كيلو، في هذه الحالة يجب الزكاة. فبحساب وفي وما زاد في بحسابه، يعني احنا بنقول هو يخرج العشر او نصف العشر على حسب ما سيأتي. لو بلغ المحصول 1000 كيلو يبقى يخرج العشر، 100 كيلو. بلغ المحصول 700 يخرج عشر 700، 70 كيلو، وهكذا. وفيما زاد بحسابه، يعني هذا غير ايه، هذه لا يوجد في وقص مثل زكاة المواشي او الانعام. زكاة المواشي في وقص ال40 نصاب، 45، الخمسة دول اسمهم ايه؟ وقص، يعني لا نخرج عليهم زكاة. هنا لا يوجد ايه، لا يوجد وقص، فيما زاد يحسب، وفيما زاد فبحسابه. قال: ورطل بغداد عند النووي 128 درهم و4 أسباع الدرهم، ده بالميزان يعني. قال: وفيها، يعني هو كان زمان يعرف الرطل، يجيب الرطل في
في كفة ميزان رطل من الأرز مثلا، وفي الكفة الأخرى يضع 128 درهم وأربعة أسباع درهم، تستوي الكفتان عادي. زكاة المعادن، المعادن عندنا احنا الشافعية الذهب والفضة فقط، يعني لا زكاة في الحديد ولا الألمنيوم ولا أي شيء من ده، إنما الزكاة في المذهب أو الأصح، لأن غيره الشيخ ابن قاسم يعبر بالأصح، والله أعلم يعني. المسألة تحتاج إلى هل هذا خلاف الشافعية أم خلاف الشافعية يعني، لكن يبدو والله أعلم أنه لم يقصد المشهور هنا اللي هو المشهور من أقوال الشافعي، اللفظ المشهور ما يستعمل في كلام الشافعي، فغير الشيخ هنا بيعبرون كثيرون يعبرون بالأصح ولا يعبرون بالمشهور، ومقابله يبقى المعتمد أنه يصرف مصرف الزكاة الركاز. يبقى لو أنت وجدت آثار في ملكك أنت هتخرج منها الايه؟ الخمس، اما في ملك الدولة فهو للدولة لانه في ملك غيرك الان، اما في ملكك فهو لك شرعا، ولك وتخرج زكاته الايه؟ الخمس لهذا الدفين الجاهلي. ويصرف مصرف الزكاة يعني ينفق على الثمانية الذين سنذكرهم في اخر الفصل في اخر الكتاب، وقيل يصرف الى اهل الخمس المذكورين في آية الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقيل أنه يصرف مصرف الزكاة، وقيل أنه يصرف للأهل الخمس. يبقى ما كان لله يصرف في مصالح المسلمين، يعني هذا المال يقسم خمسة أخماس، خمس لله يصرف في المصالح، وخمس لرسوله يصرف لآل بيته من بعده صلى الله عليه وسلم، عفوا لله وللرسول، ما كان لله وللرسول يصرف في مصالح المسلمين، وما كان لذوي القربى هو ما يأخذونه من الخمس، خمس الفيء أو خمس الغنيمة، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنيجي في الآخر طبعا تعطل الخمس يعني. فصل في زكاة الفطر. قال وتجب، وفهمنا يعني زكاة المعادن وزكاة الركاز، الزكاتين هاتين الزكاتان أو هاتان الزكاتان لا يشترط فيهما حول، لما في الحال وبغروب شمس آخر يوم من رمضان، من شهر رمضان، يبقى عندك وقت وجوب اللي هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت استحباب وهو قبل خروج الناس إلى الصلاة، ووقت جواز مع الكراهة وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، ووقت جواز بلا كراهة من أول رمضان آخر يوم من رمضان، ووقت استحباب أن تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، تسلم يا أبو، ووقت جواز مع الكراهة أن تخرج بعد صلاة العيد، ووقت تحريم بعد غروب شمس أول أيام العيد. طب وإن أخرها عن شمس أول يوم العيد استقرت لا تسقط، يعني يجب عليه أن إيه؟ أن يخرجها أيضا لكن مع الإثم، وكلما أخرها كلما زاد إثمه، واضح؟ وبغروب شمس وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. يبقى واحد مات صلى المغرب آخر يوم رمضان وأفطر ومات، هذه في لو له مال تركة سنأخذ منه مال إيه قبل توزيع التركة؟ زكاة الفطر، لأنه أدركه وقت الوجوب. طب لو كان مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا يجب أن نأخذ مال الفطرة منه، ليه؟ لأنه لم يدركه وقت الوجوب. كذلك من ولد قبل الغروب، يعني المرأة ولدت بعد العصر آخر يوم في رمضان، وهذا الجنين هذا عفوا المولود يجب على أبوه إنه يخرج عنه إيه؟ صاع في هذا اليوم، واضح؟ طب ولد بعد الغروب، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان لا يجب، ولكن يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. يبقى المرأة الحامل وأدركها وقت الوجوب يسن أن يخرج عن الجنين،
واضح؟ لكن لا يجب. لكن إن ولد قبل غروب الشمس يبقى يجب، أو بعد الغروب لا يجب، مات قبل الغروب عكسه لا يجب، مات بعد الغروب يجب. إيه؟ مين؟ الكافر؟ يجب، زال المانع. أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فيجب أن هو يخرج زكاة الفطر، صار بقى مخاطب بها، أو صارت واجب عليه وجوب إيه؟ مطالبة مش مؤاخذة بس. واضح؟ قال: ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. يبقى عمن تلزمه نفقته، وهؤلاء لابد أن يكونوا مسلمين. لو كان عياذا بالله أحد أصوله ممن يجب عليه نفقتهم غير مسلم، لا يجب عليه فطرتهم. قال لك: فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم. يبقى هيخرج النفقة، يعني يجب عليه أن ينفق عن أبي على أبيه مثلا، فرضا أن أبوه مش مسلم، وأبوه هذا بلغ مبلغا لا يستطيع أن يتكسب، فصارت نفقته أكل وشربه على من؟ على ولده المسلم. فإذا جاء رمضان لا يجب على هذا الولد المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن أبيه. ليه؟ لأن أبوه غير إيه؟ غير مسلم. وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده، أي أغلب الأقوات، اللي هو الأغلب اقتياتا يعني. إيه؟ صاع من قوت بلده، يعني 2 كيلو و40 جرام، يخرج عن الشخص الواحد صاع، يخرج عن الشخص الواحد ايه، او في اللي بيقول 2.5 كيلو يعني احتياط، جنبه ايه اقرب بلد اليه يرى او ينظر ما هو القوت الغالب فيها فيخرج الزكاة حسب ذلك، من قوت اقرب البلاد اليه. ومن لم، إن حصل عنده زيادة عن ذلك وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. إن وجد زيادة عن ذلك وجب عليه أن يخرج إيه؟ طب الزائد ده كان أقل من صاع، يعني لا يمكن أن يبيع الزائد وإيه؟ ويخرج الزكاة. وفي هذه الحالة طب مش عايز يبيع، لا يريد أن يبيع ملابسه، يقترض لحين ميسرة، لكن لا تسقط عليه طالما عنده زيادة، طالما عنده زيادة عن قوته وقوت عياله وملبسه وملبس عياله مش فاهم، يزيد يعني. لو زاد، لا، لو عن الجميع، يكون زايد عن نفقة الجميع، يعني عن نفقته ونفقة عياله، يعبرون بالنفقة اللي بتشمل الملبس والمسكن وكله. ولو كانت زوجته لها خادم مثلا يخدم مثلها مثلا، فيكون كل هذا زائد عن جميع هذا، عن نفقته ونفقة عياله ليلة اليوم العيد وليلته. لما يكون زائد يخرج زكاة الفطر، لا، ما معه يكفيه فقط، لا يجب عليه ايه؟ ان يخرج زكاة الفطر. طب واحد كان فقير وجاءته زكاة الفطر، هو كان فقير لا يملك شيء، وجاءته زكاة الفطر، هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ نعم يجب، إن صار غنيا بها، لكن بشرط أن يكون صار غنيا قبل زمن الوجوب، يعني جاءته الزكاة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، يبقى وجبت عليه الزكاة وهو غني عنده زيادة، يبقى يجب أن يخرج. طب جاءته الزكاة صار غنيا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لا، يبقى وقت الوجوب لم يكن غنيا، يبقى لا يجب عليه أن يخرج. واخد بالك؟ فاهم
قسم الصدقات بقى. قال: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخره، وهو ظاهر غني عن الشرح إلا معرفة الأصناف المذكورة. وسيدنا الشافعي رضي الله عنه استنبط من هذه الآية وجوب الإيه؟ وجوب تعميم الأصناف والتسوية بينهم، لأن الآية قالت إنما الزكاة لمين؟ للفقراء، قالت أو المساكين أو العاملين. قالت لو قلت هذا المال لعمر وزيد، يعني إيه العمر وزيد؟ لما قلت أنا هذا المال لعمر وزيد، يعني إيه العمر وزيد؟ يعني بينهما بالسوية، صح؟ أو قلت هذا المال لكم جميعاً يقسم بينكم بالإيه؟ اللي يجوز أنك تعطي الزكاة لشخص واحد، لفقير واحد أو مسكين واحد فقط، حتى ولو وزع الإمام مش المالك. قال: فالفقير في الزكاة هو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعاً من حاجته، ومعه مال ورث هذا المال. هذا المال هضرب أي رقم؟ 200,000 جنيه. وهو عنده 20 سنة، هذا المال يكفيه إلى أن يبلغ 62 سنة؟ ما هو معه مال، لكن هذا المال لا يقع موقعا من كفايته العمر الغالب، مش وقت بلوغ الزكاة، إنما العبرة بالعمر الإيه؟ أو العمر الغالب 62 سنة. 62 سنة، فلو كان معه مال، هذا المال لو وزع على العمر الغالب لا يكفيه، هذا يستحق الايه؟ الزكاة. طب بلغ هذا الشخص 62 سنة ومعه مال، يشترط أن يكون المال الذي معه يكفيه سنة، فإن كان يكفيه أقل من سنة يستحق الزكاة، يعني بعد بلوغ العمر الغالب يشترط أن يكون المال الذي معه يكفيه ايه؟ سنة، فإن كان يكفيه قطع الايه؟ التكسب، لكن الكسب لا يقع موقعا من كفايته. يبقى ده اسمه فقير الزكاة. قال لك: فالفقير في الزكاة، لأننا عندك فقير في العراية وفقير العاقلة وفقير الفطرة. فقير الفطرة يعني إيه فقير الفطرة؟ فطرة رمضان اللي اتكلمت عنه من شوية، ممكن يكون عنده بيت وعنده خدم، لكن هذا الأمور إيه؟ يحتاجها، فلا يجب عليه، فهذا في زكاة الفطرة كأنه فقير، لا يجب عليه، ليس غنيا. الزكاة، الفقير في الزكاة هنا من لا إيه؟ مال له ولا كسب، يقع موقعا من كفايته، والعبرة بالعمر الغالب، اللي هو كام؟ 62 سنة. قال لك: أما فقير العرايا فهو من لا نقد بيده، يعني عنده تمر، عنده نخل، وهذا النخل مليء بالتمر، ويريد أن يشتري رطبا لكن لا نقد بيده، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقير العراية أن يشتري بالتمر رطبا، مع أن ده أصلا بيع ربوي، قال: لا يصح بيع الرطب بجنسه، لأن ده صنف إيه؟ صنف ربوي، لأن هناك تفاضل، لأن الماء الموجود في الرطب يختلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لفقراء العراية من لا نقد بيده، لكن يكون فيما دون 5 أوسق، يعني الصفقة الواحدة 5 أوسق، يبيع 5 أوسق تمر ويشتري بها 5 أوسق إيه؟ رطب، هذا يسمى فقير العرايا، أي لا مال لا نقد بيده، هذا فقير العرايا تجب عليه زكاة، واخد بالك؟ لكن فقير الزكاة غير فقير الإيه؟ العرايا. هناك حاجة اسمه فقير العقيلة هناخدها في القصص. والمسكين من قدر على مال، يستطيع أن يكسب مالا أو يكون عنده مال أو يستطيع التكسب، والشرط في الكسب أن يكون الكسب يقدر عليه دون مشقة، يعني هو يستطيع أن يعمل 8 ساعات أو 10 ساعات، وهذا لا يكفيه، هذا هو الطبيعي، انه يحتاج ان يرتاح ويحتاج ان ينظر في صلاته وعبادته، صحيح؟ طب نقول له: لا، انت لازم يجب ان تعمل 15 ساعة، هذا
فيه مشقة، هذا فيه إيه؟ فهذا لا يتكلفها، يعمل قدر طاقته وما يعجز عنه يأخذ من الزكاة، هذا هو الأصل. وكذلك لابد أن يكون هذا الكسب لائقا به، يعني ما يكونش واحد كان أستاذ دكتور وطلع على المعاش وأصابته يعني أي نوع من نوبات الدهر وصار يحتاج إلى عمل، فقال الله عندنا عمل، ما هو أن تجمع القمامة من الشواء، هل هذا يليق به؟ لا يليق به، حتى وإن كان هذا العمل سيغنيه، يأخذ من الزكاة ويأخذ كفايته من الزكاة ولا يعمل هذا العمل لأنه لا يليق به. وكذلك يعطى الفقير والمسكين ما يكفيه العمر الغالب، ده الأصل. الأصل إن الإمام لما يوزع المال من بيت المال يعطي فقيرا، مش يعطيه بعض الأموال كي يصير غدا فقير أيضا أو بعد شهر فقير، إنما يعطى نفقة يصير بها غنيا العمر الغالب، يعني يقول له ماذا تستطيع أن تفعل؟ يقول والله أنا أستطيع أن أعمل في النجارة، فيشتري له من بيت المال ورشة ومعدات وكذا وكذا فيصير بذلك غنيا، والله أنا أستطيع أن على حسب أن أقود سيارة، فيشتري له سيارة يتجر يعني يعمل عليها مثلا، فيعطى من الفقير والمسكين يعطى من مال الزكاة ما يكفيه العمر الغالب، هذا إن وزع الإمام، هذا إن وزع الإيه؟ الإمام أو وزع المالك على المذهب، لكن هنتكلم في القضية دي بعدين. والعامل قال أو كسب يقع كل منهما موقعا من كفايته ولا يكفي، ده المسكين كمن يحتاج إلى عشرات دراهم وعنده سبعة، يبقى اليوم بتاعه يكفي 10 دراهم لكن هو لا يملك إلا كم؟ إلا سبعة. قال والعامل من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقيها، ومثل العامل الساعي والكاتب والحاشر والحاسب والقاسم، قاسم الأموال يعني، والمؤلفة قلوبهم، وهم 4 أقسام، أحدها مؤلفة المسلمين وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام، يعني هو لسه داخل في الإسلام جديد، فيعطى منها كي يتألف، فيتألف بدفع الزكاة إليه، وبقية الأقسام مذكورة في المطولات، مثل قوم لهم شرف في قومهم، يعني واحد له شرف في قومه، فنعطيه كي يسلم غيره، نعطيه كي يسلم إيه؟ غيره. وكذلك صنف إن أعطوا جاهدوا، يعني نتألفهم بإعطاء الزكاة شر إيه؟ كفوا شر أعدائنا مثلا. وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة، أما المكاتب يبقى لأن غير المكاتب لا ملك له، أنت بتدي للمكاتب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي الرقاب، فيتملكها هو كما هذه الدية، فيأخذ من الزكاة.